السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوداج مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الثالثة متوسط، واليوم مع تحتين من الصفحة 122 و 123 محاورة الطبيعة شرح مفردات زائد أفكار زائد أفهم أولى. نبدأ أولا بقراءة النص. محاورة الطبيعة. سبق وأن شاهدت الطبيعة وهي تئن وتعاني من تصرفات الإنسان الذي ظل يهدد بقائها واستمرارها، فهي بكل مظاهرها لسان حالها يقول أنقذوني من بطش وفتك الإنسان. عند الفجر قبيل بزوغ الشمس من وراء الشفق جلست في وسط الحقل أناجي الطبيعة، وبينما كنا على هذه الحالة مر النسيم بين الأغصان متنهدا تنهد يتيم يائس، فسألته مستفهما: لماذا تتنهد يا أيها النسيم اللطيف؟ فأجاب: لأنني أذهب نحو المدينة مطهورا من حرارة الشمس إلى المدينة حيث تتعلق بأذيال نقية ميكروبات الأمراض، من أجل ذلك تراني حزينا. ثم التفت نحو الأزهار فرأيتها تجرف من عيونها قطرات الندى دمعا، فسألت: لماذا البكاء يا أيتها الأزهار الجميلة؟ فرفعت واحدة منهن رأسها اللطيف وقالت: نبكي لأن الإنسان يأتي ويقطع أعناقنا ويذهب بها نحو المدينة ويبيعها كالعبيد، ونحن حرائر، وإذا ما جاء المساء وذبلنا رمى بنا إلى الأقذار، كيف لا نبكي ويد الإنسان القاسية سوف تفصلنا عن وطننا الحق. وبعد هنيهة سمعت الجدول ينوح كالثكلى، فسألته: لماذا تنوح يا أيها الجدول العذب؟ فأجاب: لأنني سائر كرها إلى المدينة حيث يحتقرني الإنسان ويستخدمني لحمل أدرانه، كيف لا أنوح وعن قريب تصبح نقاوتي وزرا وطهارتي قدرا. ثم أصغيت فسمعت الطيور تغني نشيدا محزنا يحاكي النذب، فسألتها: لماذا تندبين يا أيتها الطيور الجميلة؟ فاقترب مني العصفور ووقف على طرف الغصن وقال: سوف يأتي ابن آدم حاملا آلة جهنمية تفتك بنا فتكا من جلي بالزرع، فنحن نودع بعضنا بعضا لأننا لا ندري من منا يتملص من القدر المحتوم كيف لا نندب والموت يتبعنا أينما سرنا. طلعت الشمس من وراء الجبل وتوجت رؤوس الأشجار بأكاليل ذهبية، وأنا أسأل ذاتي: لماذا يهدم الإنسان ما تبنيه الطبيعة؟ انتهينا قراءة النص، ننطلق الآن إلى شرح المفردات. أناجي. أحكي ما في قلبي من أسرار. مطهورا مطرودا تدري فوق تسيل ينوح يبكي الدكلة المرآة التي فقدها التي فقدت عفوا المرأة التي فقدت ابنها الندب الرثاء وما يصاحبه من أمين. أفهم أولاك. متى بدأت مناشدة الكاتب للطبيعة وأين؟ بدأت عند الفجر قبيل بزوغ الشمس وهو في وسط الحقل. ما سبب حزن النسيم ولماذا كانت الأزهار تبكي؟ سبب حزن النسيم هو تواجهه للمدينة، هناك تتعلق به ميكروبات الأمراض، وبكت الطيور لأنها كانت تقطع من وبكت الأزهار لأنها كانت تقطع من طرف الإنسان. لماذا أجاب الجدول حين سأله عن سبب نواحه؟ كان يبكي لأنه كان يمشي نحو المدينة أين يرمي فيه الإنسان فضلاته.
لماذا شبه الكاتب نشيد الطيور ولماذا؟ شبهه بالنذب، بالنذب لأنه كان نشيدا حزينا. إلى ما توصل الكاتب في نهاية النص؟ توصل إلى أن الإنسان هو العدو الأول والأبدي لبيئته. الفكرة العامة، حوار الكاتب مع طبيعة حزينة تشكو معاملة الإنسان السيئة لها. الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى، تنهد النسيم للكاتب قهرا من قذارة المدينة. الفكرة الثانية، بكاء الأزهار جراء قطعها من طرف الإنسان. الفكرة الثالثة، نواح الجدول بسبب احتقار الإنسان له ورمي الفضلات والأوساخ في مياه العذبة. الفكرة الرابعة، تشبيه الكاتب لنشيد الطيور بالنديم واستخلاصه أن عدو البيئة، عدو الطبيعة هو الإنسان. ده العام من النص، الطبيعة هي هذا الكون العجيب المدهش الساحر الذي يشمل البحار والأشجار والجبال وغيرها، وقد خلقه الله تعالى لنا بأحسن صور، لذا فلنحافظ عليه. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.